الحلقة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن فكرة انفصال الروح عن الجسد، هل هي حقيقة أم مجرد ادعاءات؟ طبعاً إحنا مش هنقدر نأكد بالإيجاب أو السلب، ولكن كنا استعرضنا بعض القصص على عهدة أصحابها. كمان قسمنا الحالات المتعارف عليها عندنا من قدرة السيطرة على الروح وخروجها من الجسد لثلاث حالات، استعرضنا منهم اتنين في الحلقة اللي فاتت. الأولى كانت بتسمى تجربة الموت القريب، وهي بتكون إما قبل خروج الروح نهائياً من الجسد، يعني ساعات أو أيام ما قبل الموت، أو حالة ما يسمى بتجربة الموت. واستعرضنا نماذج لناس ماتت إكلينيكياً بالفعل ورحلة الروح اللي مروا بيها أثناء فترة الموت الإكلينيكي وتوقف الجسد نهائياً عن العمل. وكنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند استعراض الحالة التانية، وهي حالة مسيحية بتسمى الآباء السواح، واللي حسب المعتقد المسيحي إن هم مجموعة مختلفة من الرجال والسيدات اعتزلوا الحياة تماما وعاشوا كلا على انفراد في الصحاري والجبال للتعبد فقط، وده وصلهم لحالة روحية مكنتهم من القدرة على السيطرة على الروح والخروج بيها من الجسد والسفر لأماكن مختلفة في حين إن الجسد لسه في مكانه. نيجي بقى نسأل نفسنا سؤال مهم علشان نبدأ حلقتنا النهاردة، هل المسيحية فقط هي اللي عندها المعتقد ده؟ أكيد لا، المسلمين كمان عندهم نفس المعتقد، ولكنه محصور في فئة واحدة بس من المسلمين، السنة، وإحنا هنا هنكتفي بالسنة، والفئة دي هم المتصوفة. بشكل عام الصوفيين عندهم إيمان راسخ جدا بالخوارق وقدرة أولياء الله على الإتيان بحاجات كتير خارج حدود إمكانيات الإنسان العادي، وخصوصا الأقطاب الأربعة. وكلمة قطب لوحدها عايزينها حلقة كاملة علشان نشرحها، لكن خليني أذكر لكم أسميهم اللي بالطبع كتير مننا عارفينهم، وهم أحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وأحمد البدوي وإبراهيم الدسوقي. ثلاثة منهم مقامتهم في مصر، والرابع وهو القطب عبد القادر الجيلاني في بغداد. بيعتقد الصوفيين بكتير من القدرات الفوق بشرية للأقطاب الأربعة، والكلام عنها هيطول جدا، لكن اللي هيهمنا دلوقتي هو قدرة القطب على التواجد في مكانين في وقت واحد. ومن وقت قريب كنا في تسوق بنصور مع أتباع الطريقة الدسوقية، طبعا نسبة للقطب إبراهيم الدسوقي، وسمعنا كتير من الحكايات عن ما يسمى بالكرامات والقدرة على السفر بالروح. وخلال بحثنا لإعداد الحلقة سمعنا وقرأنا عشرات الكرامات من هذا النوع للأقطاب الجيلاني والدسوقي والبدوي، وكان السفر أو التواجد في مكانين في وقت واحد دايما لنصرة مظلوم. وأنا طبعا بقول اللي سمعته وقرأته وكالعادة بدون التدخل بالرأي فيه. لكن بتبدو قوة عقيدة الآباء السواح عند المسيحيين الأرثوذكس أقوى بكتير من فكرة كرامات الأقطاب والأولياء. أول حاجة لأن عند المسلمين فئة واحدة فقط زي ما قلنا هي اللي بتؤمن بالقدرات الخاصة دي. ثانيا إن في حكايات سمعتها مرة بتتقال عن قطب ومرة تانية نفس الحكاية بتتقال عن قطب تاني، في حين إن عند المسيحيين الأرثوذكس الموضوع أكثر وضوحا وتحديدا، وكمان وثقوه في أفلام، فأصبح في استحالة حدوث لبس في الروايات. نقطة شائكة حابة أتكلم عنها وباختصار ومن غير الدخول في تفاصيل كنا نوهنا عنها في الحلقة اللي فاتت، وإحنا هنستعرضها باختصار شديد ومن مصادرها، وفي الآخر زي ما بنقول دايما العهد على المصدر. والموضوع هو هل كانت رحلة الإسراء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ في البداية أنا ذكرت رحلة الإسراء لأن هي اللي مذكورة في القرآن في الآية الأولى من سورة الإسراء في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية هنا ذكرت رحلة الإسراء فقط ولا يوجد أي ذكر لرحلة المعراج. في ناس بتستدل بسورة النجم من الآيات من 1-16 على رحلة المعراج، لكن هنا حابة أوضح نقطة صغيرة جدا لحسم الموضوع ده من وجهة نظري، وهي إن لما اتعمل ترتيب لنزول السور بحسب التاريخ
كان نزول سورة النجم بخمس سنوات على الأقل قبل الحدث نفسه، والعهد هنا على موقع إسلام ويب. والمعروف أن سورة النجم نزلت وقت هجرة المسلمين الأوائل للحبشة، وكانت في السنة الخامسة للدعوة، في حين أن اختلف كل كتاب السيرة عن تاريخ الإسراء ما بين السنة العاشرة أو الاتناشر للدعوة. فإزاي تتكلم سورة النجم عن حدث لسه ما حصلش وبصيغة الماضي كمان؟ في النهاية النقطة دي هي مش نقطة بحثنا، احنا موضوعنا هل كانت الرحلة بالجسد والروح أم بالروح فقط؟ عندنا ثلاث أحاديث في كتاب ابن إسحاق عن السيرة النبوية اللي نقحه ابن هشام أحد تلاميذه، صاحب أهم مرجع للسيرة خاصة بعد اختفاء الكتاب الأصلي لابن إسحاق، والثلاثة لشخصيات قريبة جدا من الرسول، اثنين بيأكدوا أن رحلة الإسراء كانت بالروح فقط، والثالث بيحمل المعنيين. بس خلونا نذكر الثلاثة ونبدأ بحديث السيدة عائشة اللي جاء كما يلي. هذا الأثر رواه محمد بن إسحاق قال: حدثني بعض أهل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه. ناس كتيرة معترض على الحديث ده باعتبار أن السيدة عائشة لم تكن زوجة الرسول في الوقت ده ولا حضرت هذه الواقعة، بس نفس الناس بتقبل عشرات الأحاديث عن السيدة عائشة باعتبارها أكثر من سمع من الرسول من أحاديث. الحديث الثاني واللي هيقبل التأويل على الوجهين هو حديث أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم الرسول، واللي كان مقيم عندها أثناء الرحلة، واللي بتعتبر الشهادة الوحيدة على الحدث. قالت، والكلام برضو موجود في سيرة ابن إسحاق ومن بعد سيرة ابن هشام: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي، نام عندي تلك الليلة في بيتي، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. لكن ولأنه ممكن يؤول بأكثر من معنى ففضلنا عدم استخدامه كمرجع، بس واجب ان احنا نذكره. وفي نفس الكتاب رأي الحسن حفيد الرسول اللي بيقول ان الرحلة كانت روحية فقط، لقول الحسن ان هذه الآية نزلت في ذلك، قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والآية المستدل بها برضو من سورة الإسراء. إذن فممكن تكون رحلة الإسراء بالفعل هي أهم رحلة روحية في التاريخ، إذا كانت بالروح فقط، وخاصة أن كتاب ابن هشام هو أقدم وأهم كتاب للسيرة موجود للآن، وهو المرجع الرئيسي لكل تفاصيل حياة الرسول. نوصل بقى للنموذج الثالث من نماذج فكرة انفصال الروح عن الجسد، ومش هقول خروج الروح من الجسد، وهو نظرية الإسقاط النجمي، واللي كانت الأساس في كتابة الحلقتين دول. ايه بقى هي نظرية الإسقاط النجمي؟ تعالوا نشوف. في البداية لو حاولنا نعرف الإسقاط النجمي فخلونا نبدأ من التعريف الموجود في ويكيبيديا الإنجليزية، وده لأنها دايما بتكون أكثر دقة من العربية. بيقول التعريف: هو مصطلح يعني الخروج الإرادي من الجسد، والذي يفترض وجود روح أو ما يسمى جسم نجمي، والذي ينفصل عن الجسم المادي وهو الجسد، ويكون قادر على التحرك الحر في الكون. التعريف طبعا قال المختصر المفيد، يعني جاب من الآخر. طيب هل فكرة الإسقاط النجمي فكرة جديدة؟ لأننا فجأة سمعنا عنه الكام سنة اللي فاتوا بس، وهو زي ما احنا شايفين شديد الشبه بفكرة الآباء السواح اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت، وده لأن هم بيتشابهوا في تحكم الإنسان في خروج الروح، أو زي ما بيسموه الجسم الأثيري وانفصاله عن جسده، وكمان تحكمه في اختيار المكان اللي هيروح له. طيب نقدر نقول ان الفكرة مش جديدة، ولكن هو طقس بوذي قديم جدا ارتبط ببعض الممارسات البوذية الروحية بعد ما الشخص يكون عدى مراحل المعاناة الاربعة. وهنا هنلاقي ان البوذية تشابهت مع المسيحية والاسلام في الاعتقاد ان الوصول للمرحلة العالية دي، وهنا تسمت اسقاط نجمي،
مش سياحة أو كرامات، لابد من الوصول لمرحلة روحية عالية، بمعنى إن هي مش طقس أي شخص عادي يقدر يمارسه، لأ هي بتيجي في مرحلة متأخرة جديدة بعد ما الشخص يكون وصل لمرحلة عالية جدا من الروحانية والشفافية. خلونا بقى ناخد الجزء اللي جاي من أحد أهم المواقع البوذية الشهيرة، وبدأ الموقع في الموضوع اللي بيشرح طرق تنفيذ الإسقاط النجمي تعريفه للفكرة بالبداية دي. التعليم البوذية سواء المكتوبة أو الشفهية تسجل العديد من حالات الوعي التي تنتقل بشكل خفي خارج إطار الجسم المادي، والتي سميت في الغرب بظاهرة الإسقاط النجمي، على الرغم من صعوبة ربط التجارب وتحديد الحالات الفردية من ثقافة إلى أخرى. وقسم الموضوع حالات انتقال الروح لخارج الجسد لثلاث حالات. أول حالة الجسد الوهمي، وبيشرح الموضوع إمكانية الحصول على جسد وهمي من خلال ممارسات التأمل أو المديتيشن المكثفة والعميقة، وأنواع التأمل المطلوبة هي التانترا وأناتارا يوجا، ومن خلالها بيوصل الجسم لمرحلة اللاوزن، وبيكتسب المرء الإدراك غير المفهوم للفراغ في الحالة دي. وفي الحالة دي من الممكن السفر على نطاق واسع خارج حدود الجسم المادي. تاني حالة جسد حالم، من خلال بعض ممارسات المديتيشن بيقدر الشخص يوصل لمرحلة الجسد الحالم، لأنه من خلال تركيز التفكير في نقطة محددة، وزي ما احنا عارفين ان اثناء النوم لا يعاني الشخص من تشتيت التفكير، فبيقدر الشخص يوصل في المرحلة دي لانه يسيطر على الحلم. في الحالة دي زي اللي فاتت مش بيقدر الشخص يتحكم في الاشياء المادية، ولكن بيقدر ينظم بعض الامور من خلال عقله. تالت حالة اضطرابات في الجسم الخفي، والتعريف زي ما هو مكتوب بيقول: ما يعرف بالجسد الخفي ليس جسدا يمكنه ترك الشكل البدني الإجمالي، بل هو نظام طاقة خفي داخل جسم المرء، إنها شبكة قنوات الطاقة غير المرئية داخل الإنسان، تشارك أجزاء من هذا النظام في الأداء الطبيعي لإدراك الحس. لكن مع تدريبات التركيز واليوجا المتقدمة، من الممكن الاستفادة بشكل خاص من هذا النظام للحصول على قوة خارجة عن الحواس وخارج الحواس مثل التخاطر والاستبصار. خلاصة الكلام إن البوذية اعتبرت الإسقاط النجمي درجة عالية من درجات الروحانية بيوصل لها الشخص بعد ما بيكون عدى مراحل المعاناة الأربعة، وإنها بتيجي بالتدريب المستمر. وبنأكد مرة تانية إن البوذية اشترطت وصول الشخص لدرجة إيمانية وروحانية عالية علشان يقدر يوصل لمرحلة التحكم في الروح، وإن الهدف أصلاً من عملية الإسقاط النجمي بيكون لمساعدة الغير، وفي النقطتين دول تشابهت البوذية مع المسيحية والإسلام. وفي النهاية خلوني أقول لكم رأيي الشخصي، وهو إن الأحلام اللي بنحلم بيها كل ليلة هي نوع مهم جداً من الإسقاط النجمي. الروح بتسيب فيه الجسد في حالة سكينة، وبتتجول في رحلة بيحددها عقلنا الباطن، وكتير مننا بيقوم وهو حاسس بنوع من الألم أو الإحساس الجسدي أيا كان هو إيه نتيجة اللي شافه في الحلم. طبعا ما نقدرش نأكد بحقيقة الإسقاط النجمي من عدمها، بس في الحلقتين استعرضنا ثلاث نماذج للإسقاط النجمي بأشكالهم المختلفة، بس كل الاتجاهات والتصورات بتقول إن استخدام الإسقاط النجمي إن وجد لازم يكون في الخير ولصالح الناس، وزي ما بنقول دايما هيفضل الإنسان لغز لا تكتشف كل أسراره، لكن العلم مش بيقف، والشيء الغامض دلوقتي في القريب العاجل هيكون حقيقة، ودينا في الانتظار.